أبو عبد الله من إيطاليا يقول: ما حكم إقامة جمعتان بإمام واحد ليتمكن جميع الناس من حضور الجمعة مع القوانين الموجودة الآن من وزارة الصحة؟ أبو عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة الجمعة يجوز أن تتعدد للضرورة والحاجة، تتعدد للضرورة والحاجة، لكن ما يقيمها شخص واحد وإنما يقيمها شخصان، فالإمام الأول إذا انتهى مثلا صلى الثاني، أو يصلون في وقت واحد، فما يقيمها شخص واحد، لأن الشخص الأول صلاة الجمعة أصبحت الآن سقطت عنه، فسيصلي بكم نافلة ويخطب بكم نافلة. ولذلك عندنا مسألة خلافية، ما نريد أن نقع في حرج أو ندخل في مسائل الخلاف، فتقيمون شخص آخر هو الذي يقوم بصلاة الجمعة الثانية.